جنين يا هدى بتحبي تجربي حاجات جديده وعامله فيها مغامره، وفي نفس الوقت بتخافي من الحيوانات. انا ما بخافش من الحيوانات، انا ما بحبش اقتني حيوانات في بيتي، لان انا بحس ان انا مش هبقى مسؤوله تجاه هذا الكائن 100% بسبب ظروف شغلي، وان انا ببقى معظم الوقت بره البيت وكده مش اكتر. لكن انا بحب الحيوانات قوي قوي. طيب هدى المفتي بقى حبت كم مره؟ انا حبيت مره واحده بس، يعني كان في ناس كانوا زي ما قلت لك مراحل عامه، او قدر بيحط ناس في طريقك عشان تتعلمي حاجه او كده، بس انا كل مره بحس ان انا بحب بطريقه مختلفه. بس حبيت كم مره؟ هي مره واحده، يعني بالطريقه الصحيه الناضجه اللي كده، هي مره واحده. اتعرضتي في حياتك لاشاعات كتير، بتطلعي تنفيها ولا بتسيبي اللي يقول يقول؟ لا، بسيب اللي يقول يقول، مش عشان حاجه، بس عشان لو انا نفيت هتكدب ان انا نفيت، ولو ما نفتش يعني في جميع الحالات اي حاجه بتطلع على السوشيال ميديا بتاخد وقتها في التحفيل وبتروح، فبسكت يعني مش عارف. تمام. ضحى اختك من اقرب الناس ليكي، هي ونانسي صاحبتك. قولي لنا مغامره عملتيها مع اختك ومغامره عملتيها مع صاحبتك. مغامره عملتها مع اختي دي طول الوقت، دي طول الوقت يعني من احنا صغيرين، بس مش فاكره حاجه دلوقتي حالا، بس طول الوقت احنا الاثنين بنعمل مغامرات جدا مع بعض. زي ان مره قررنا ان احنا يعني نقلب عربيه بابايا ونسوقها، وانا ما بعرفش اسوق وهي كانت لسه متعلمه سواقه، كنا صغيرين، وخدنا المفاتيح فعلا، يعني نجحنا ان احنا ناخد المفتاح وننزل من البيت، وجينا عند العربيه بجد خوفنا جدا، يعني قلنا خوفنا قوي منه، فقررنا ان احنا نطلع تاني، وان كفايه قوي ان احنا عرفنا ناخد المفتاح ونقلبه وكده. احنا خلصنا اسئله ودلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بفي ار تيست. يلا بينا هنشوف بقى تعملي ايه عشان نديكي تاشيره المغامر. اوكي يلا جدا. جاهزة؟ يلا بينا. جاهزه. جاهزه. لا مش يا جماعه بتهزروا، مش عايزه تخشي جوه الدايره. يلا. اوكي يلا. ما لحقتهاش. لا يا جماعه خليكي يمين. لا 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 انت رحتي فين؟ اي انا بقيت اشطر فيها عامه، انا قريت على نفسي. هدى انت 93% مغامره، وده هيديكي لقب مغامر مش سهل خالص. شفتي فاجئتينا. فانت دلوقتي جاهزه لتاشيره المغامره. يلا بينا. يلا بينا. يلا. قبل بس ما نمشي عاوزاكي تسجلي فويس نوت بقى لنفسك لحد معين، ومحدش هيسمع الفويس نوت دي خالص لحد ما تنزلي تحت. اوكي يلا. انت رايحه تعملي دلوقتي